دأبت دائرتنا الوزارية على تجسيد ميدانيا الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية المرسومة لتحقيق لا سيما تثمين الطاقات والقدرات والمبادرات المحلية وفق خصوصيات كل إقليم، عصرنة الإدارة والاعتماد على تكنولوجيات الإعلام والاتصال، تعميم منافع التنمية الاقتصادية والبشرية على كافة التراب الوطني، تعزيز مكتسبات التنمية البشرية ومضاعفة المجهودات للاستجابة لحاجيات ومتطلبات المواطنين. الصين جاهزة لتقديم خبرتها للجزائر في مجال الحوكمة من خلال تكوين الموظفين الحكوميين باعتبار الموارد البشري مهما في كل المجالات. الصين والجزائر تربطهما علاقات قوية ومتينة على جميع الأصعدة بالنظر لاتفاقيات الشراكة والتعاون المبرمة بين البلدين.